تخيل أن للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس دولة إلى آخره نهى نصف ساعة في التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر. شو موقفنا منه؟ افرض كان بيزني في أمك، It's okay. طب يزني في أختك أو بنتك أو مراتك، طب بعد ما زنى عايز يتنين فيك يعمل عمل قوم لوط فيك، إيه ما فيش خروج؟ أوعى أوعى تقول له لا، اسمع وطيع، اسمع وطيع. طب افرض زود عن نص ساعة، حرام. طيب